المكان اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي اتحول من مركز للثقافة لمكان مهجور. ايه قصة المكان ده؟ كان ايه قبل كده؟ هيحصل فيه ايه الايام اللي جاية؟ كل ده هنعرفه بعد ما تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يجيلكم اشعار بكل الحلقات والمتابعات لمحافظتنا اسكندرية الجميلة. وياريت لايك وتقولولي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. انا اخوكم مراد محمود ويلا نبدأ. من أكتر من 100 سنة سينما ريكس بناها الأجانب اللي كانوا بيعيشوا في اسكندرية على الطراز الأوروبي. وقتها كانت سينما مشهورة جدا، وده لمكانها المتميز، قربها من البحر وميدان المنشية ومساهمتها في شهرة كتير جدا من الفنانين. ده حتى بيتقال ان الفنان السكندري الجميل مصطفى قمر أقام أول حفلاته سنة 1986 فيها، تحفة معمارية أوروبية ومركز للفن والثقافة. بتعتبر أكبر سينمات منطقة وسط البلد لأنها كانت بتتسع ل 2500 مقعد تم سرقتهم كلهم بواسطة البلطجية واللي تحولت لوكر ليهم. علشان كده سنة 1990 تم غلق أبوابها ونوافذها بالطوب زي ما حضراتكم شايفين لعدم استغلالها في الأعمال الخارجة عن القانون. إداريا كانت بتتبع هيئة الصوت والضوء وهي الآن ملك وزارة الثقافة. تحطمت بعض جدرانها وانهارت أجزاء منها وأصبحت مبنى مهجور من أكتر من 30 سنة، وزي ما حضراتكم شايفين بعض من أجزاء السور المنهار. وعلشان كده هيتم رفع كفاءة وتطوير ميدان سينما ريكس وإزالة الأجزاء المنهارة منها. أعلن حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة إنه هيتم تطوير ورفع كفاءة ميدان سينما ريكس واللي قدام حضراتكم دلوقتي في الصورة. وبكده نكون قلنا لحضراتكم إيه اللي هيحصل قبل ما أي حاجة تحصل، والصورة اللي قدام حضراتكم دلوقتي توثيق للميدان قبل التطوير. علشان حضراتكم جمهور مميز وغالي علينا واكيد هتكونوا حابين تعرفوا ايه اللي هيحصل تاني في اسكندرية، فياريت دلوقتي تشرفونا بالاشتراك في القناة. الميدان اللي بيتم استغلاله حاليا من الباعة الجائلين وموقف مشاريع لشرق المدينة هيتم تطويره وازالة الاجزاء الخطرة والمتهالكة من مبنى السينما. وزي ما حضراتكم شايفين في الصورة ان الميدان قريب جدا من مبنى الجندي المجهول وميدان المنشية، علشان كده كان لازم التطوير لأهمية المنطقة دي وانها واجهة لاسكندرية. واللي قدام حضراتكم دلوقتي ظهر المبنى من ناحية مطعم شعبان بتاع السمك. أماكن كتير في اسكندرية اتحولت من مركز حضارة لبيت أشباح، ويمكن المكان اللي احنا فيه دلوقتي منهم، ويمكن كمان جه الدور عليه لتطويره وتأمينه وحماية المواطنين من خطره. وزي ما احنا معاكم دلوقتي وشايفين حالة المكان وحالة المبنى يمكن أنقاض، بس أكيد بعد التطوير بكرة هيكون أجمل. Thank you.
لو الحلقة عجبت حضراتكم ما تنسوش تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يجيلكم اشعار بالحلقات والمتابعات الجديدة، وياريت لايك وتقولولي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. انا اخوكم مراد محمود وشكرا ليكم.